الوسيلة والفضيلة بعث مقام المحمود الذي وعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض
ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. ثم أما قبل أيها الإخوة والأخوات، غزة بعد 51 يوما في الجحيم والعذاب المقيم لم تنكسر، وبالتالي فالاحتلال لم ينتصر، لأن نصر الضعيف ألا ينكسر، وفشل وانكسار القوي ألا ينتصر. لا يطلب من البيضة أن تصدع الصخرة، ولكن حين تعجز الصخرة عن أن تصدع البيضة فالصخرة فقدت صخريتها، لعلها كومة إسفنج، لعلها كومة قطن أو إسفنج. وهذا ما حدث لجيش الاحتلال الغاصب الظالم الغاشم، الذي ترجم درجة بشعة من اللا أخلاقية واللا إنسانية العاملة على طول الخط ضد أنبل ما راكمت البشرية في تاريخها الطويل. وذلكم إخواني وأخواتي بتسويته بين البشر والحجر، بين البشر والشجر، بين البشر والأشياء، بمعاملة البشر على أنهم مجرد مادة استعمالية، شيء من الأشياء يمكن أن يقصفوا، أن يحالوا أشلاء بغير تفريق بين الأعزل والمسلح، بين المقاوم والعاجز عن المقاومة، لن أقول المسالم لأنه لا مسالمة مع احتلال، المسالمة مع الاحتلال أيها الإخوة انهزام، هزيمة نفسية، هزيمة أخلاقية، أخلاقية، انحطاط أخلاقي. أن تقول للاحتلال امضي، أهلاً وسهلاً، أنت منحط أخلاقياً قبل أن تكون منحط وطنياً وقومياً، قبل أن تكون خائن دينياً. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أنت منحط أخلاقياً لأنك مشايع للظلم، والاحتلال ظلم من حيث أتى، الباقي هوامش وتفاصيل لا يعنينا. من خطف من؟ من لم يخطف من؟ في أي ظروف تم الخطف؟ نحن نتحدث عن احتلال، المتن هو الاحتلال، لا تغرقونا بحديث الهوامش. اللعبة التي أتقنتها إسرائيل جيداً عبر 60 سنة، تقصف العالم، تغرق العالم، حمقى العالم فقط. الأيقاظ، الصاحون لا يمكن أن ينخدعوا بأمثال هذا القصف البليد الخبيث في الوقت والعينه، في الآن نفسه أيها الإخوة. الصاحون، الأيقاظ، الأذكياء، الألباء لا ينخدعون. نريد المتن، المتن الاحتلال، الباقي هوامش لا تعنينا كثيرا، هوامش لا تعنينا كثيرا. فأن تقول الاحتلال امضي، لا شأن لي بك، لديك الحق في المتابعة، أنت منحط أخلاقيا، أنت فقدت كما قلت من قبل غير مرة، فقدت إنسانيتك. دعني من كونك فلسطينيا أو عربيا أو مسلما أسويا أفريقيا، لا يعنيني هذا، أنت فقدت إنسانيتك. الإنسان أيها الإخوة كما قلنا 1000 مرة ومرة ليس هو الذي يحارب الظلمة، تقريباً ما من أحد إلا يقارع ظلمة، ظلمته أحياناً وظلمة الآخرين في كل الأحيان. صدام حسين مثلاً طاغية من طغاة العرب المعاصرين، شئنا أم أبينا، أغضب هذا أتباعه وأسخطهم، لا يعنينا. هذه حقيقة، الرجل طاغية، عاش ومات طاغية من طغاة العرب في العصر الحديث. هذا الطاغية أيها الإخوة حاربه ويحاربه ويشجبه أناس معروفون من شعبه ومن غير شعبه، ولديهم الحق.
لكن عجيب، هذا الطاغية في حق ناس وفي أعين ناس آخرين بطل قومي، بل استحال في النهاية بطلاً إسلامياً، بطلاً إسلامياً منخذاً للإسلام، نسخة مجددة من الإسلام على قد أهوائهم، على قد بشار الأسد طاغية من الطغاة. لا تحدثني عن هوامش أخرى قد تكون صحيحة. وأنا أقول هنا للمرة المئة، لست أنكر، ومن أجل هذا أقصف أنا أيضاً بالدعايات المضادة، لست أنكر أن سوريا خضعت وتخضع لمخطط جهنمي تدفع ثمنه كل سورية، أنا موقن من هذا إلى الآن. أعطوني رخصة أيها الإخوة أن أعتقد هذا، أنا أعتقد هذا موقن به لأسباب كثيرة واضحة جداً تراكمها الأيام. لكن هذا لا يعني أن بشاراً ليس طاغية، الرجل طاغية، حتى وإن كنت تقاوم تكافح بإزاء مخطط عالمي كبير يستهدف المنطقة، صحيح أنا أبصم وأعود إلى حديث التقسيم ومخططات التقسيم، قطعاً هذا صحيح، ولكن هذا لا يعطيك، لا يسوغ، لا يبرر لك أن تكون طاغية في حق شعبك، تقصف المدنيين العزل الأبرياء، تقتل بلا رحمة وبلا تفريق، بلا تفريق. لا، بشار طاغية في نظر كثيرين أيها الإخوة من شعبه، في نظر كثيرين المسلمين السنة حتى نكون واضحين، وفي نظر آخرين بطل قومي وبطل إسلامي. عجيب جداً، عجيب جداً. لما نقع في هذه التناقضات؟ لا أقول ندفن رؤوسنا في الرمال، بالعكس، رؤوسنا منصوبة فوق أكتافنا، فوق كواهلنا، بأعين محملقة لا تعرف التردد ولا الاستحياء فضلاً عن الاستخذاء، لأنها أعين الصلافة والوقاحة، وقاحة المذهبية، وقاحة الطائفية، وقاحة التعصب الذي أحرقنا ولا يزال يحرقنا. حدثتكم مرة أحبائي إخواني وأخواتي عن أن كل تعصب من حيث هو خيانة. لماذا؟ لأن التعصب لا يكون بالمطلق، ما في أحد متعصب للكون. لو أحد متعصب للكون لن يكون متعصبا، هذا إنساني فائق الإنسانية، كثر الله من أمثاله ولا مثل له في هذا العصر المجنون المنفلت العقل. أيها الإخوة والأخوات، ما في تعصب للكون، ما في تعصب للعالم. تعصب العالم بإزاء ماذا؟ بإزاء المريخ، بإزاء إيليانز، كائنات أخرى، ما في تعصب هذا. يا ريت الله أرادنا أن نتعصب للعالم، هل تفهمون؟ الله أرادنا في رسالاته السماوية، في كتبه المقدسة، التوراة والإنجيل والقرآن بالذات، أن نتعصب للعالم، أن ننحاز لنا. مين إحنا يعني؟ المسلمين؟ لا. السنيين؟ لا. شافعية؟ إباضية؟ لا. أوروبيين؟ أسويين؟ لا. البشر، أن ننحاز لنا كبشر. كيف؟ متى؟ أين؟ حين حدثنا كثيراً كثيراً عن الشيطان، قال عدوكم يا بني آدم، مش يا أيها المسلمون، يا أيها المسيحيون، يا أيها اليهود، يا بني آدم، قال عدوكم أيها البشر، أيها الناس، أيها الخلق، يا نسل آدم، هو الشيطان، فاتخذوه عدوا، تحزبوا جميعا ضده. هذا تعصب، تعصب مفيد جدا، تعصب كريم، تعصب فاعل، تعصب بناء، تعصب البشرية لذاتها كبشرية بإزاء هذه القوى. آمنت بها أو كفرت هذا شيء آخر، على كل حال حتى لو كفرت بها، حتى لو كنت ملحدا. وبين مزدوجين أحب أن ألفت نظر السادة الملاحدة الذين يلحدون ويروجون للإلحاد، أقول تقريبا لمعظم هؤلاء، في الحقيقة كل هؤلاء، أنا لم أرى ملحدا عربيا الآن محترم من ناحية فكرية وفلسفية. كيف يعني؟ يعني ملحد مثل الملاحدة الأوروبيين، مثلا موريس توريز، مثلا رئيس زعيم الحزب الفرنسي، أشهر زعيم تقريبا، تقلد زعامة أمانة سر هذا الحزب في تاريخ فرنسا المعاصرة. موريس توريز كان يقول الأديان فيها قسامات كثيرة ينبغي أن نرفع عليها القبعة، في أشياء عظيمة، لا يتحدث عن دين المسيحي، وخلف له يقول يوم كنت بدائيا، ماديا بدائيا، primitive، بسيط، تعبان، أهبل، كنت أنظر على الدين نظرة نكر، أنظر إلى الدين نظرة من جميع الدين، كلام فارغ، ما يصلحش، فيش في أي شيء، خرافاتها. لا، بعد ذلك قال تطورت في الجدلية العلمية، الاشتراكية العلمية، في الفلسفة الماركسية، لا، حتى المسيحية.
فريدريك إنجلز حين تحدث عن ثورة الفلاحين قبل ماكس فيبر، ولعله هو الذي ألهم ماكس فيبر. إنجلز تحدث كيف أن جوهر المسيحية، جوهر المسيحية هو الذي أشعل هذه الثورة، ثورة المضطهدين المذلين المستضعفين. عن ثورة الفلاحين تعلمون، مطلع الإصلاح الديني في أوروبا المعارضة بروتستانتية، هذا هو. لكن هؤلاء الملاحدة العرب يتحدثون عن الإسلام، والإسلام متميز تماماً، من غير تمجيدية احتفالية زائفة، متميز تماماً في أشياء كثيرة وكثير جداً بفضل الله تبارك وتعالى، خاصة إذا أخذناه من نصه المقدس المعصوم المتواتر، القرآن العظيم الكريم الجليل، متميز جداً. هذه الخطبة ستحاول أن تكشف عن بعض قسمات وسمات هذا التميز، هذه الفرادة العجيبة غير المسبوقة في الحقيقة في القرآن العظيم. هؤلاء لا يحترمون شيئاً في الإسلام، أقول لهم لأنكم ملاحدة غير جادين، ملاحدة أدعياء زائفون، كل زيف سخف، كل زيف سخافة، كل زيف تفاهة، أنتم مزيفون، لستم ملاحدة جادين. تخيلوا أحمق أيها الإخوة، تخيلوا شخصاً أحمق يلعب دور فيلسوف، تخيلوها، عالم صعب أن يلعب دور فيلسوف، عالم فيزياء كيمياء أسترونومي ماثماتكس، يلعب دور فيلسوف صعب جداً عليها، صعب جداً. قلة من العلماء الذين لعبوا أدوار فلاسفة ونجحوا قليلاً، إيدينغتون، جيمس جينز، ألبرت أينشتاين، أمثال هؤلاء، هايزنبرغ، قلة. تحدث عن المعاصرين بوانكير، لكن يأتي أحمق ليس عالماً حتى يلعب دور فيلسوف، مش دور عالم، دور فيلسوف، أذكى البشر هم الفلاسفة. فلسفة تحتاج أعلى مستوى من الذكاء، تجريد هائل مخيف. ماذا سيجسد؟ عن ماذا سيتكشف؟ عن أعلى درجة من السخافة، سخيف، سيلي جدا، حيكون سخيف جدا، حيكون تافه. الآن سوف ترون أن هناك من لديه ومن فعل، من لديه الاستعداد أن يجسد درجات أعلى بطريقة نهائية أقصوية التفاهة والسخافة. من هم؟ سوف نرى. هذا لب خطبة اليوم، لكن أما بعدها، نحن ما زلنا في أما قبل. فأقول لكم إخواني وأخواتي، إسرائيل جسدت أحط ما يمكن تجسيده ضد التراث الإنساني، ضد أنبل ما راكمت الإنسانية والبشرية حين شيئت البشر، نظرت إلينا كفلسطينيين على أننا مجرد أشياء. يمكن أن أقتل الأبرياء أيها الإخوة دون أن يطرف لي جفن لكي أحقق إنجازات عسكرية وبالتالي سياسية، تماماً كما أقصف بيوتهم، أشجارهم، مساجدهم، مصلياتهم، مقابرهم، مشافيهم، أراضيهم الزراعية، أقصفهم بنفس المنطق دون أن يطرف لي جفن. أنا أتساءل وعلى البشر أن تتساءل، أي وحوش هم الذين كانوا يركبون الطائرات F-16 هذه، وعلى هؤلاء أن يقدموا للمحاكمات؟ هذه الوحوش التي كانت تستقل هذه الطائرات تضرب الناس وفي أحايين كثيرة، انتبهوا. وأنا كنت دقيقاً في بداية الحرب، قلت في الحقيقة هم ينذرون، وإن كان الإنذار بصواريخ أيضاً تقتل، صواريخ تقتل وتدمر جزئياً، لكن في المراحل الأخيرة من الحرب صار أكثر القصف بغير إنذار. وحين يكون الإنذار لا يتوسط بينه وبين القصف الحقيقي المعقب الإنذار إلا ثواني، أحياناً 10 ثواني، 15 ثانية، نصف دقيقة، دقيقة، مستحيل. في مبنى من 5 طوابق كيف؟ كيف نأخذ أنفسنا وننزل نحمل أطفالنا، نحمل العجزة المقعدين في الكراسي المدولبة في 20 ثانية؟ دائماً كانت تتهدم العمارات من 5 طوابق و4 طوابق و10 طوابق على رؤوس أصحابها. من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها في أنفاق، وكما قلت لكم 100 مرة، وفي الطابق 17 في أنفاق، وفي الطابق 15 في نفق، نفق يتحرك في البعد الخامس الفيزيائي، والعالم يسكت يتبلد، وأكثر العالم بلادة كانوا العرب، حتى نكون واضحين مع أنفسنا. أكثر الشعوب لم تتحرك، لم تهتز، وأعربت عن درجة من الانحطاط الإنساني، الشعوب العربية في هذه المعركة بالذات. هذا يحتاج إلى تحليل، هذا يحتاج إلى لماذا، لماذا كانت هذه ردة فعل العرب؟ العرب الحقيقيون كانوا في أمريكا اللاتينية، ليس في العالم العربي هذا المعهود، كانوا هناك العرب الحقيقيون على مستوى القادة وعلى مستوى الشعوب. رئيسة الأرجنتين تقود مظاهرات بنفسها، تهتف وتصيح ضد إسرائيل، ضد ظهور إسرائيل اللا إنساني،
الانحطاط الإسرائيلي وتسحب الجنسية من كل حامل للجنسية الإسرائيلية من رعاياها، تقول لا لا تستحق، تكون في جيش الاحتلال، تقتل، تدمر، تحمل جنسيتي، لا. لم يفعل هذا زعيم عربي، لم يخطر له على بال أصلا، لأن هذا سيزعج الدلوعة إسرائيل وأمها الكبيرة أمريكا طبعا، سيزعجهم، وهو يتعبد في محرابهم، هذا الزعيم يتعبد في محراب الولايات المتحدة الأمريكية، لا يريد أن يزعجهم. على كل حال، حتى لا نطول في هذه الما قبل، من الواضح جدا بفضل الله، بعزة الله، بجبروت الله، بقهروت الله، بقدرة الله التي لا ترام ولا تضام، أن غزة لم تنهزم، غزة لم تنكسر، واضح أنها لم تنكسر. الذي يجادل في هذا نقول له لا كلام لنا معك، لن نصفك بأي شيء، حسبك نفسك، لكن لا كلام لنا معك، لم نشهد. وكنا نتابع مش فقط فضائية الأقصى ولا فضائية المديين الميادين وبن قوسين، لها الشكر، فضائية الميادين اللبنانية لها كل الشكر، أعظم فضائية، أنقى فضائية، كانت أكثر فضائية جدة وصدقا في تغطية الحدث عبر 51 يوم، فضائية الميادين اللبنانية. أي والله. وعشان نكون واضحين كمان، ما كنتش حاب أقول هذا، لا أريد أن أكون محرضا، والله لا أحب التحريض، أقسم بالله، لا على الأنظمة ولا على الشعوب ولا على أحد، أحب الهدوء، أريد مزيدا من الاستقرار والهدوء لمنطقتنا. كل تحريض، كل قلقلة زلزلة تعمل في صالح مشروع التقسيم، أنا أقول لكم من هنا حتى تراجعنا احنا عن تأييدنا إيه لهذا المد الثوري والثوراني، لأننا وجدناه قد اختطف. انتبهوا، المد الثوري اختطف، دخلت قوى عظمى على الخط، أرادت أن تحيل هذا الربيع إلى جحيم حقيقي، فتراجعنا. الذي يحصل في سوريا مش فقط هو يحصل بسبب النظام والمعارضين، لا، بسبب القوى الخارجية أيضا التي تريد استدامة هذه الحالة من إفقار الطرفين لبعضهما البعض، وتآكل الطرفين، تناهي الطرفين، واضح جدا، واضح جدا. وكانوا ولا يزالون مستطيعين أن يضعوا حدا لكل هذا العبث المجنون، لكنهم لا يريدون، واضح. لذلك نحن تراجعنا، ليس لأننا راضون عن الزعامات العربية، راضون عن نظم الحكم، أبدا، ليس لأننا من المطبلين، لا والله أبدا، لكن لأن لدينا التزاما ووعيا، لسنا دهماويين، لسنا من عباد الدهماء، لسنا من عباد الجماهير، نريد أن نسمع الجماهير ما تحب أن تسمع، لا نريد، سنقول قناعتنا ونكون أوفياء لصوت ضميرنا حتى وإن لعنتنا الجماهير. وطبعا دائما تلعننا إيه؟ السلطات، الزعامات، هذا واضح، لكن لن نقول للجماهير ما تحب أن تسمع على حسابها وليس لحسابها، وغدا ستذبح بقولنا، لن نفعل هذا، لأن الله سيسألنا. التزامنا الحقيقي والأول والأخير هو أمام رب العالمين، لا إله إلا هو، أقسم بالله ليس في الدنيا شيء يستحق أن تجعله التزامك النهائي، لأن كل ما في الدنيا يزول، كل ما في الدنيا يزول، كل شيء دنيا ويزول، صحيح؟ لكن الله تبارك وتعالى باقي لا يزول، يجب أن يكون الالتزام أمامه هو، لا إله إلا هو، الخشية والمراعاة له هو، ليست للزعامة، ليست للسلطة، ليست للجمهور، ليست للدهماء، العوام، للناس. وإلا ما فائدة، ما فائدة الذين يحاولون أن يصنعوا الرأي العام، يعني أمثالنا، يعني علماء ومفكرين وفلاسفة وخطباء ومدرسين وصحفيين وكتاب ومش عارف إيه، ما فائدتنا إذا كنا نريد أن نجاري الجماهير؟ نصبح دهمويين، نصبح غوغائيين، نصبح نضر هذه الجماهير. يجب أن نكون واضحين، وإن أخطأنا في اجتهادنا وهذا وارد جداً، لكن يجب أن نكون أوفياء لصوت ضميرنا، ليس لمطالب الدهماء، ليس لمطالب الناس الحشود، أبداً، لصوت الضمير، هذه وظيفتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقدرنا على أن نبقى ملتزمين بها، هذا أهم شيء يا إخواني. فنعود لنقول أيها الإخوة والأخوات، إسرائيل فعلت كل ما فعلت، نحن لم ننهزم لأننا لم ننكسر بفضل الله تبارك وتعالى. المقاومة نصرت شعبها، الشعب احتضن مقاومته وبالتالي نصرها، بدون الشعب، وكما قلت لكم، لم نشاهد لا على فضائية الأقصى في غزة ولا الميادين ولا الجزيرة وغير الجزيرة. وطبعا كنت بدي أقول شيء واستطردت، كنت حاب أقوله حقول، مع أني ما كنت ناوي أقول أبدا، حبيت قبل شوية في دقيقتين قلت مش حاب أقول، بس لازم أقول الآن، يعني أنا ما رتبتش حالي أقوله، بالعكس أردت أن أفرم من نفسي ألا أقوله، بس حقوله.
فضائية مثل الجزيرة تغطي جزئياً، ما يجيش تغطيتها تقريباً نصف أو ثلث الميادين. الميادين على مدار 24 ساعة فعلاً تغطية صادقة. وعلى فكرة وحماس يعني بالذات، يعني حماس هي رقم واحد في المقاومة الفلسطينية في غزة، مش يعني حب رمان كما يقول الفلسطينيون مع حزب الله ولا مع سوريا ولا مع إيران، معروف الخلاف والانكسار للأسف الذي حدث بينهم، ومع ذلك كانوا أوفياء لخط المقاومة. هذا شيء يحمد لهم، يجب أن نكون واضحين. الجزيرة معروف موقفها التاريخي عجيب جدا يا أخي، تقريباً بين الخبر والخبر وبين الخبر والخبر، ضربة في غزة لغزة يعني مصالح غزة، وضربة في مصر. إيش القضية؟ ماذا تريدون أن تفهمونا؟ يحبون أن يوقعوا في ذهن العربي أن هذه الحرب حرب مصرية. ونصدق، أنا استمعت أول أمس إلى دكتور فلسطيني أعرفه شخصياً، يعني بيني وبينه معرفة شخصية، أحترمه وأقدره، لم أقدر له هذا التحليل الزائف والواضح بل الصارخ والسافر في تهافته ولا منطقيته، مستعير من واحد إسرائيلي. طب أنا حجيب لك ألف إسرائيلي بيحكوا كلام زي هذا، بس في ألف واحد ثاني بيحكوا ضده تماماً. إحنا سمعنا إسرائيليين، أقول لكم هؤلاء أقرب إلى الصدق، يصرخون، محللون كبار يقولون هذه الحرب أثبتت أنه لا أحد معنا، أوروبا لم تعد معنا، يخشون على أنفسهم في أوروبا، في ردة فعل قوية جداً في أوروبا بفضل الله ضد الجريمة المتصلة الممتدة هذه. أوروبا ليست معنا، العرب ليسوا معنا، هكذا يقولون، وحتى الولايات المتحدة لم تعد معنا. هذا أقرب إلى الصحة إلى حد ما، وطبعاً فيه مبالغة، لكن أن يقول هذا الدكتور الفلسطيني الفاضل عفى الله عني وعنه الإسرائيليون، أو يقول إسرائيل الإسرائيليون أو إسرائيل يقولون هذه لأول مرة تخوض فيها إسرائيل حرباً ليست هي حربها، هي حرب بالوكالة. وقتيش كانت إسرائيل تخوض حروباً بالوكالة؟ إسرائيل عمرها ما كانت خدامة عند نظام عربي يمكن أن تستخدم بعض الأنظمة، تطوع بعض الأنظمة، ترهب، تقص ألسنة بعض الأنظمة، تعتقل أيدي، بس عمرها ما كانت تخدم عند نظام عربي. روحوا اشتغلوا، اذبحوا أبنائكم، اذبحوا جيش النخبة، من جيش النخبة جولاني قتل في هذه الحرب الغزية، في هذه الملحمة الغزاوية، ملحمة جبار المتوسط، 4 أضعاف من قتل في حرب تموز 2006 في جنوب لبنان، 4 الأضعاف هم يقولون بالإحصائيات، 4 أضعاف. إسرائيل مش مستعدة أن تضحي بجندي واحد، أنا أقول لك، في سبيل جيش عربي كامل يبيد أو لا إيه؟ أو لا يبيد. وإيش الكذب هذا؟ إيش الكذب هذا؟ يقال لنا يعني أنه في دول عربية قالت إسرائيل من فضلك إحنا بنستحي مش قادرين، عيب علينا نروح نذبح إيه؟ أهل غزة باسم أننا أعداء لحماس وغير حماس، روحوا أنتم ذبحوهم. بلى كلام فارغ، عيب الكلام هذا، والله عيب، أقسم بالله عيب أن يقال هذا، وتحرير. أنا أقول كل كلام هكذا يحرض العرب بعضهم، ما عدنا نحرض. جوهر هذا الانتصار أنا أقول لكم تعرفون ما هو؟ أنه أعاد إلينا وحدتنا. نسأل الله أن تستمر هذه الوحدة، لا نريد أن تفصم عرى هذه الوحدة من جديد. هذا الذي أحد أهداف، أحد أكبر أهداف هذه الحرب العدوانية المبيتة الإسرائيلية على القطاع هي العمل على إفشال هذه الوحدة. معروف هذا، هذا مصرح به، هذا جنن إسرائيل موضوع حكومة وفاق وتوحد الفلسطينيين من جديد، لأن الحالة الأولى كما قلت مرة ولم يعجب هذا أطرافاً كثيرين. من أحسن ما يكون حماس في غزة والمنظمة في الضفة وأهل الوسائل ممتاز جداً، وتهويد القدس على أشده والاستيطان يتضاعف أضعافاً عن ذي قبله ممتاز، وخليكوا هيك. لا، لقد وعى الفلسطينيون، أدركوا، دفعوا أثماناً وأكلافاً بائضة، قالوا ما في مناص، هذا مش خيار، ضرورة أن نتوحد، فتوحدوا جنون إسرائيل. كانت الحرب لكي تفسد، لم تفسد، زادت وثاقة هذه الوحدة. نسأل الله أن يستمروا. إذا لم تستمروا أنا أقول لكم مش بلغة وطنية، لا بلغة فلسفية، أنتم خونة. لماذا؟ لأنكم عدتم إلى معسكر أو إلى مربع التعصب، وكل تعصب كما قلت ولم أكمل خيانة، لأن التعصب مش بإزاء الكل المطلق، التعصب بإزاء شيء أكبر منه من دائرة المتعصب، يعني تعصب الحمساوي بإزاء من يتعصب هو؟ بإزاء الفتحاوي مثلا، وكلاهما يعملان في إطار ماذا؟ في إطار قضية الفلسطينية، كل متعصب منهما خائن، لأن الحمساوي حين يتعصب، أنا أقول لكم
هو لن ينبس ببنت شفا، لن يكرم، لن يقدر، لن يثمن إنجاز الفتحاوي. حين يطلق الفتحاوي صاروخا، حين يخرج جنديا، الحمساوي مثلا يسكت، أقول له أنت خائن، عليك أن تصفق له، عليك أن تقول له بارك الله فيك، سلمت يداك، صوب الله رميك، صحيح؟ تسكت خائن. طبعا جزئيا، مش خائن تعاقديا، افهموا لغة فلسفية. الفتحاوي نفس الشيء، حين يسكت عن إنجاز أخيه الحمساوي لأنه هذا حمزة، أقول له أنت خائن، أعجبك ما أعجبكش أنت خائن، عليك أن تصفق لأخيك الحمساوي حين يضرب صاروخه، حين يجعل حياتهم شيئا من جحيم، كما جعلوا حياتنا كلها هي الجحيم، صحيح؟ هم شردونا 60 سنة، نحن الآن شردناهم يعني كيلومترات معدودة لخمسين يوم، يعني مش كثير، لكن طبعا هذا كلفهم، نحن نتحمل كما يقول مثل فلسطيني، خد وضارع على اللطيم، يعني ملطمين، احنا فلسطينيون شعب ملطم طبعا، ومغطوم دائما على وجهه مسكين ومصفوع على قفاه، متعودين. بعد 51 يوم من الدمار، 10,000، اكثر من 10,000 بيت تدمير كلي، 40,000 بيت تدمير جزئي، قرابة 12,000 مصاب، ثلثهم على الأقل إعاقات دائمة، 2,250 تقريبا أي شهيد، شيء مرعب في 50 يوما. بعض الخبراء العسكريين يقدر ما ألقي على غزة 5,000 طن من الصواريخ الذكية، ما ألقي على غزة يعادل 6 قنابل نووية، طبعا من حجم هيروشيما وناجازاكي، يعني 6 قنابل، تدمير عجيب غير مسبوق، أضعاف أضعاف ما دمروا به الضاحية الجنوبية في لبنان تموز 2006، أضعاف أضعاف. لكن كما قلت لكم، أول ما أعلن عن وقف إطلاق النار، قبول مبدأ بشروط المقاومة، خرج الفلسطينيون من عند بكرتهم، ومش حتى الفلسطينيون، وخرج بعض العرب، المشهد الذي أبكاني والله، خروج اللبنانيين في الضاحية الجنوبية، شيعة يعني، شيعة لبنان في الضحية، خرجوا يحملون أعلام حزب الله وأعلام إيه؟ فلسطين وحماس، ويهتفون أبكاني، هكذا نريد أمتنا، هكذا، لا نريد للسوري أن يقتل السوري، ولا للفلسطيني أن يقتل الفلسطيني، ولا للعراق أن يقتل العراقي، يجب أن نعمل حتى آخر رمق، وبعيداً كما قلت لكم عن التصنيفات الجاهزة البائتة المنتنة العفنة، وبعيداً عن كشف حسابات النوايا وتوزيع التهم، حتى وإن كان هناك أشياء كثيرة لا نرضاها وتزعجنا، كما قلت لكم أنا ما كملت شيء، قصة إيه محمود عباس، محمود عباس شوفوا هذا السياسة، أعجبني هذا، قال نشكر مصر وثمن وقدر دور مصر، وفعلا مصر مشكورة، مصر ساهمت شئنا أما بينا، وتركوني إيه من الجزيرة، تركوني من الجزيرة، خبر عن غزة وخبر عن مصر في نفس الوقت، أنتم بتذبحكم مصر، انتبهوا، الجيش المصري يساهم في ذبحكم، يا أخي ذبح الله الكذبة، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أخي يا أخي، احنا شفنا الرجل المحترم الحية، خليل الحية الحمساوي، الذي قدم 15 فردا من أفراد أسرته ودمر بيته مرتين، أنا أيضا أرفع له القبعة، ما عنديش قبعة ومش خواجة، بس يلا، خليل الحية في الجزيرة في الدوحة، هذا المحترم متماسك حتى إيه في الدوحة نفسها، في اللقاء لم يفلحوا أن يستلوا منه جملة واحدة يسب فيها مصر، وبالعكس قال بعد أن شكر وثمن الدور المصري الحية من قيادات حماس الكبرى المناضلين المحترمين، نسأل الله أن يعوضه خيرا في كل ما قدم من أهلي ومالي وبيته، وقال خليل حية، مش أنا ولا غيري، هو معني أكثر من غيري الرجل نظرا وعملا، مش دعوة ومزاعم، قال مصر لم تكن وسيطا، مصر كانت طرفا، وليس لمصلحة العدو بل لمصلحتنا، أنا أصدق هذا الرجل. الدكتور شلح حياه الله، رجل محترم راكز واعي فاهم، من بداية الحرب وبعد إعلان الانتصار دائما كان يشدد على احترام الدور المصري، ويسلم على مصر وعلى وطنية مصر. لا تصدق الأكاذيب، لا تصدق الأكاذيب، لا تقول لي حرب الوكالة، يعني حرب العرب على غزة، غير صحيح، وهذا طبعا لا يعني أن دور العرب كان ممتازا، بل حتى كان جيدا أو مرضيا، لكن كما قلت لكم نريد أن نبني الجسور، نحن نريد أن نصل من قطع، لا نريد أن نمارس، وأحذركم انتبهوا، أحذركم من شخصيات
تخرج فضائيات، تكتب في المواقع الإلكترونية، تستضاف في أكثر من مناسبة، ودائما لاحظوا في قسمة واحدة تطبع هذه الشخصيات، أقسم بالله دائما دائما. كم يزعجني هذا، وأشعر من ورائه بشيء خبيث. لابد أن أكون واضحا معه كما أن واضح مع ضميري. دائما هذه الشخصيات، طبعا هذه الشخصيات تصب الحمم على إسرائيل، وإسرائيل والاحتلال والصهاينة والملاعين والأمريكان، جميل كويس إيه؟ هذه بعض الحقيقة، لكن مباشرة يشفعها ببعض الزيف، بل ببعض الخبث الماكر المخيف الذي يخدم إسرائيل وأولياء إسرائيل. إيش هو؟ دائما يصب البنزين على النار باستمرار، وفي نهاية المطاف لا أحد يعجب. كم مرة يطلع يقول حماس معزولة؟ شو حماس؟ مش غزة، مش حماس، في حماس وفي الجهاد وفي كتائب الأقصى فتح وفي الجبهة الشعبية وفي وفي وفي، وكله بضرب صواريخ، مش بضرب رصاص وحجر، صواريخ. أرقت إسرائيل، هجرتهم، عذبتهم. في تقارير قنواتهم الإخبارية الأدوية المهدئة استهلكت، استنفذت بالكامل من صيدلياتهم، ولا ظل قرص واحد ولا بل واحدة تأخذها. شيء غريب. حوادث الطرق ارتفعت نسبة 40% في الشوارع في إسرائيل. في حرب هنا تدخل فيها القدر، أراد الله أن يذلهم، أن يفشلهم، ما قدروش، واعترفوا ضمنيا بأنهم انسحبوا. نتنياهو قال إحنا حققنا أهداف، كذب طبعا، مش الأهداف اللي عندها في الأول، ولا عشر معشارة، واضح والكل يقول هذا. ولذلك نحن أمرنا الجيش أن ينسحب حتى لا يقع في أيدي هؤلاء، وبصفهم طبعا إرهابيين مش عارف إيه كذا، فيقتلونهم. يعني أنت هريبة، هربت أنت طبعا، أقول لك أنا هربت يعني، بس حب بعقد التعبير شوي، هو يركب التعبير يعني. حققنا الأهداف عشان ما نرجعش في إيديهم إحنا، يعني هربتوا، يهربون، لقد هربوا، طبعا هربوا. تعرفوا ليش؟ أنا أقول لكم لأنهم أمام رجال الله، أنا أشهد الله من على هذا المنبر، كلما رأيت هؤلاء المقاومين أشعر بشيء غريب أيها الإخوة، وأحيانا يقف شعر بدني. اللي بده جهاد وبتكلم عن جهاد أقول له ما تكلمني عن داعش وفاحش وماعش وواحش وتدمير الوطن العربي وتدمير الإسلام وصورة المسلمين والعرب، كله كذب هذا، وتهديد الجيش المصري والجيش كذا وذبح العرب للعرب، كل هذا هذا مش جهاد. أنا أقول لكم هذا مش جهاد. إيش أصفه هذه يا أخوان؟ إيش أصفه؟ أقول فتنة، عبارة دينية مهذبة، هذه شيء قبيح جدا الذي يحصل. بدك الجهاد الحق، الجهاد الذي ترضى عنه السماوات والأراضون، الجهاد الذي يهتز له عرش الرحمن طربا وفرحا، المرضي لله ورسوله، جهاد هؤلاء الأعداء الظاهرين الجهيرين، أعداء الله ورسوله والعرب والمسلمين، ما رأيكم؟ جهاد هؤلاء المفسدين في الأرض. محمد أبو شمال أحد الثلاثة القادة الذين ضرب المنزل الذين كانوا فيه بتسعة صواريخ، تسعة صواريخ من نوع خاص، صاروخ واحد يهدم المنزل، تسعة، وضربت المنازل حول هذا المنزل لكي لا يبقى مجال لأن يفر أحد منهم، وفعلا والثلاثة قضوا شهداء. محمد أبو شمال هذا رحمة الله عليه وطيب الله ذكره، والثاني هذاك رائد العطار، وبعدين الثالث محمد برهوم رحمة الله عليهم وعلى كل شهدائنا الفلسطينيين والعرب والمسلمين. لكن هذا الشهيد العظيم أنا أتحدث لأنني يعني لدي معلومات اتصل بي أحدهم أو إحداهن وكلمتني بشكل شخصي، وإلا لا ندري، ربما عند الآخرين أيضا يعني ما يشرف ويرفع الرأس إن شاء الله، وهم كذلك بإذن الله. هذا الرجل أيام السلطة الفلسطينية، ما يسمى بالسلطة الفلسطينية، أيام الشهيد أبو عمار رحمة الله تعالى عليه، اعتقل وحكم عليه بالإعدام، لأنه كان في تنسيق أمني، عار، هذا عار، أحد فصول عار في التاريخ الفلسطيني، تنسيق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، مع وضد مين؟ ضد أي واحد مقاوم، ضد أي واحد مجاهد، ضد المطلوبين لإسرائيل، نقبض عليهم ونعطيهم لإسرائيل، عار. ما أقدرش أستوعب هذا، أنا مش سياسي، ما أقدرش أستوعبه، ما بستوعب الكلام هذا أبدا تحت كل الظروف. اعتقل، حكم عليه بالإعدام، وأطلق عليه الرصاص مرة في ظهره وكاد يشل، ونجاه الله، وعايش الرجل وهو مجاهد من سن 14 من عمره. سمعتوا بمجاهد 14 سنة؟ الآن في الحرب هذه استشهد شاب ابن 17 سنة، يعني ما خلصش ثانوية عامة، هذا قام بسبع عمليات ناجحة واستشهد في آخر عملية. إيش البطولة هذه؟ إيش الرجولة يا أخي؟ إيش الشرف؟ أعدتم إلينا ثقتنا بأنفسنا، بالعربي، بالمسلم، بعدالة قضيتنا، بقدرتنا على أن نكون، على أن نفعل، على أن نقول نحن هنا. عظمة، أقسم بالله عظمة.
والآن في عندك شباب مش 17 و27 سنة و37 سنة يلهوك الأطفال، يلعب كالمخابيل، ما عنده رسالة في الحياة، ما عنده شيء، يلعب نينتندو يمكن وألعاب كمبيوتر، بيجي وراء البنات بطريقة صبيانية عاهرة، شيء عجيب. شوف الشباب، شوف التربية. ما علينا، أبو شمالة هذا يقول حسب ما قالت لي هذه السيدة وهي قريبة منه، قالت لي: أنا أقول لك يا شيخ وأشهد الله على ما سمعته، أعرفه تماما، هذا الرجل كان يردد لأننا لم نسمعه مرة واحدة. شوف العظمة، هذا مجاهد. يا ريت كل حمساوي هيك، يا ريت كل جهاد هيك، يا ريت كل فلسطين هيك. قالت: لم نسمعه والله مرة واحدة ينال من فتح. قول فتح وفتح أولاد الكلب وكذا، الفلسطينيين احنا لساننا زفر شوية. ولا مرة، فضلا أن يرفع سلاحه في وجه إيه؟ أخيه الفلسطيني الفتحاوي. وكان يقول: معاذ الله، معاذ الله أن يرفع هذا السلاح في وجه فلسطيني. يا سلام، يا سلام، أبو شمالة وعلى الدواعش عاد. يا حبيبي، يا حبيبي على الدواعش أبو شمالة، هذا مقاوم، هؤلاء مقاومون، هذا جهاد وهذا جهاد. اسمعي يا أمة محمد، اسمعي، هذا الجهاد الحق الذي يرضي الله. وحتشوف كيف كرامة الله لهذا الشهيد العظيم، قدس الله روحه الطاهرة. معاذ الله قال، قال: هذا السلاح فقط يرفع في وجه الصهاينة المحتلين فقط، الذين احتلوا أرضي وبلادي، مش في وجه أخوي الفلسطيني. وإن عذبني وإن أطلق علي الرصاص وإن أهانني وإن سجنني وإن حكم علي بالإعدام، أنا أسامحه. يا سلام يا أبو شمالة، كثر الله من أمثالك، كثر الله من هذه الروح. نريد هذه الروح، مش روح صب البنزين على النار دائما، حرض حرض، حرش حرش، قلب قلب، أغري أغري، وتقول لي أنا وطني. كذاب، أنت تخدم الصهاينة بالطريقة هذه. قسم بالله لا تخدم أمتك أنت ولا دينك ولا بلدك ولا أي شيء، تخدم أعداء الأمة. شكوا في كل من يؤلب، في كل من يحرض، في كل من يقلقل الأمن والاستقرار في بلادنا. لا نريد هؤلاء، ليسوا منا وليسوا معنا وليسوا لنا، نفهم هذا جيدا. المهم يا إخواني، بنت صغيرة مبارك يبدو في الصف الخامس الابتدائي، ترى قبل استشهاده بليلة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحكي ولا تعرفه هي، لكن رأته في المنام ووصف لها، وربما سمي، يقف على باب الجنة ويقول: أنا في انتظار فلان الفلاني، رجل له مقام رسول يقول عند الله عظيم وعند الناس. حين استشهد أبو شمالة تقول لي السيدة وتحلف: بكى عليه الناس، جيرانه ومعارفه، النساء والرجال، أكثر مما بكى أهله ربما. لماذا؟ اكتشفوا بعد استشهاد المقاوم اللي عايش أكثر حياتي في الأنفاق ومستخفل باستخفاء، يعيش باستخفاء رحمة الله عليه، اكتشفوا أنه كان فاتح بيوت، إيش يأتي مال؟ يتكفل هذه الأرملة، هذا اليتيم، هذا المسكين، بنى لهذا، أسس له، عمل مش عارف الشبابيك، كل دعم مستمر. وقالوا لم يؤثر عنه يوما أنه رد سائلا، تسأله أي شيء يقول لك لبيك، في أي خدمة يذهب معك. الآن شوف الكرامة، عاد أبو شمالة لم يتشظ، سبحان الله، بل أخرجوا ورأسه على بدنه وبه جراح، وحمل المستشفى على قيد الحياة، ولقي الله بعد أن أعلم بالشهادة وهو في المشفى، قدس الله روحه الطاهرة. تقول السيدة ويقول رجل آخر قريبه اتصل بي، قال لي: أشهد الله، وسأل كل الناس، ألوف الناس رأت هذا وشمت هذا. حين دخلنا المسجد عبق المسجد برائحة من أزكى ما يكون، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، من الذي سكب إيه العطور، بس يعني كمية هائلة، والكل يقول: لا لم يحدث، احنا عندنا في وقت عطور. ليكتشفوا أن هذه رائحة دمه الزكية ملأت المسجد، زكمت أنوفهم. تقول لي هذه السيدة: وزوجته شرفها الله بقميصه المضمخ بدم الشهادة الزاكية. وتقول لي السيدة: وزوجته كلما أتى أحد تخرج القميص وتخرج الرائحة الزكية وقد شمتها محدثتي. يا سلام على كرامة الله، بدك شهادة هيك الشهادة. قال: لا، عنا قتال إسرائيل مش أولوية. يا فرحتنا بيك يا داعشي. قال: إحنا عندنا قتال مصر أولوية، قتال الدول العربية أولوية، آخر شيء إسرائيل. يا ما شاء الله، ما شاء الله. وقتيش إسرائيل علمتك الخطة هذه؟
وقت ايش درسوك هذه الاستراتيجية؟ أنا لا أعبأ بك، وغسلنا أيدينا من أمثالكم، لكن نعبأ بالولدان يا حرام. سمعتوا عن الولد هنا الشاب هذا الغلام اللي حدث عنه مرة أنا في خطبة، أنا لا أعرفه إلى الآن، ولم أرى حتى شكله في الجريدة اللي عملت عليه خطبة طلق أمي. هذا الحين داعش صار موجود، ما بعرف في العراق وفي سوريا، والآن النمسا هنا عاملين زيطة وزنبليطة وبطلعوه كأنه ابن لادن الثاني. لا 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 لا، هو شاب يقول لي أخي الكريم بالأمس أحد الأخوة في الله زارني مع أخ حبيب آخر، قال لي طبعا ناقشه، هو الذي ناقشه، هو اللي حكى لي قصة طلق أمي وكذا، قال لي ماحي، ولد صغير ماحي، ولا شيء عنده مسكين، ولا عارف حاجة، ولا عارف حاجة. لذلك انتبهوا، انتبهوا أين يذهب أبناؤكم، إلى أي أوكار، في مساجد حتى في أوروبا، مش مساجد، أوكار. انتبه، فتح عينيك، هذا الكاش أهبل، عايش أهبل، ابني بيصلي ملتزم، وين بروح؟ إذا بتلقى فكر سليم، فهم سليم، خط سليم، أهلا وسهلا. لكن في مساجد هي أوكار، مجرد أوكار داعشية بتطلع لك إيه دواعش. وطبعا على فكرة نحن لا نسمع ماذا تفعل داعش. أبو بكر البغدادي في تغريدة له على عبر حسابي على تويتر كتب ماذا يقول؟ جنودنا محفوظون، أو قال معصومون من الخطأ، جنود دولة الخلافة لا يخطئون، لا كبائر لا صغائر. عجيب، على حسابي أنا لا أصدق يعني أكثر هذه الأشياء، مش بحدود، مش بخصوص داعش، لا لا لا، بخصوص كل شيء تقريبا. النت العربي بالذات أكثره أكاذيب، يعني حطوا شهادة هذيك اليوم، واضح أنه أكيد حط النظام إيه العراقي أو النظام السوري شهادة، إيه قال لك ليس كافرا، ما نغشيتش فيها طبعا عشان كلمة واحدة بس، وهذه الشهادة تصلح لثلاثة أشهر. تعرفوا ليه؟ لأنه كاتبين أنه هذه الشهادة اللي نعطيها لواحد نشهد له أنه مش كافر، الأصل في الناس كلهم كفار، انتبهوا. عكس القاعدة، الأصل في الناس المسلمين أنهم مسلمون وبراءة الذمة، ولا من صحيح استصحاب الحال، إذا ثبت أنه واحد كفر أو ارتد بعدين نتكلم معاه. لا، هذول عندهم إيه؟ أنه الأصل في الناس كلهم كفار، وبالتالي حلال الدم، يعني بنتوبهم وإلا بنعرضهم على السيف. قط قط قط، شيء مرعب، شيء رهيب رهيب رهيب. إبليس مش ممكن يفوز بأكثر من هذا الخبل. ما علينا، وعلى فكرة ما دخلتش في موضوعي، راح الخطبة وإحنا ما دخلناش في موضوعنا، خلينا فيه أما قبل للأسف، الموضوع شيء ثاني كان وأجمل ربما من هذه الانفعاليات. فعلى كل حال ليش؟ لأنه كاتبين عاد أنه حامل هذه الشهادة لا يخول للمسلمين الموحدين لجنود دولة الخلافة أن يقتلوه أو يأسروه أو حتى نكحه. إيه عرفنا، لا لا، كلام فارغ، داعش لا ينكحون الرجال، هذا كذب، لا نحب الوقاحة، لا نحب الكذب، حتى أنا قلت قبل حتى على شارون لعنة الله عليه، وحتى على دواعش عليهم اللعنة، ما نحبش الكذب، لا تكذب، لكن الحمد لله أنك أي كذاب لكي نعرف أنك كذاب. إنه قال يعني إيه داعش بينكح الرجال، قال شو الكلام الفارغ السخيف هذا، عرفنا أنها كاذبة. بس لما نقرأ على إيه؟ عبر حساب أبو بكر البغدادي على تويتر، هو اللي كتب تغريدة، تويتر بتخوف، قال لك جنود دولة الخلافة معصومون من الخطأ، حتى الأخطاء الفردية التي يشيعها أعداؤهم عنهم. بقى فينا، بقول له بين قوسين إيش يشيعها؟ نحن لا نسمع يا أبو بكر، نحن نرى. إحنا ما بنسمع، بقولوا داعش، إحنا بنشوف داعش إيش بتساوي، بقولوا الله أكبر، شوفوا إحنا يا حبيبي، أنت اللي بتبعث لنا هذه الآية، انت بتعملها في مظاهر احتفاليه، في مظاهر يعني تمثيليه مسرحيه، وبتبثوها على العالم وتتعمدون هذا. فاحنا ما حكايتنا بنصدق كلام، يعني بنشوف، احنا بنشوف الفيديوهات تبعتكم، قال يشيعها، ايش يشيعها؟ وبعدين طينها عدو، طينها على الاخر، ايش قال؟ التي يشيعها اعداؤهم عنهم، حتى هذه الاخطاء احنا بنقولهم براء، بنعطيهم صك براءه منها. لماذا يا ابا بكر؟ قال لأن شرط الانتماء إلينا، شرط الانتماء، شو تخيل؟ شيء مرعب، مرعب جدا، شرط الانتماء إلينا أن كل من خالفنا حلال الدم والمال. وين هذه يا حبيبي؟ وين يا بابا التأله هذا؟ يا ريت أقدر أشرح هذا وأحاول أثبت لكم كيف هؤلاء يغتصبون صلاحية الله بالطريقة هذه. هؤلاء ليسوا أنبياء، ليسوا رسلاً، ليسوا ملائكة، هم آلهة. طبعاً آلهة مجنونة، لأن كل من غامر بمحاولة لعب دور إله لن يستحيل إلهاً، لكن مصيبة، لن يبقى إنساناً، سيعود مجنوناً ويعيش مجنوناً ويجذب إليه المجانين فقط،
المساطيل مثل هذا الشاب المسكين يا حرام، ايش عرفوا هذا؟ وراح وانتمى الى هذا الجنون العجيب الغريب المخيف. ربما نحلل هذا ونقوله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أهله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن أنجز وعدي أيها الإخوة، تذكر شيئا آخر أريد أن أطيب به نفسي ونفوسكم. من على هذا المنبر في 2004 حدثتكم بقصة رجل أعرفه شخصيا، هو كان من أصدقائي يكبرني بحوالي 6 سنوات، وحدثتكم بقصته. ضربت به مثلا من أهل معسكري النصيرات غالي، معسكرات اللاجئين في قطاع غزة، اسمه حسن زهد رحمة الله تعالى عليه. قلت لكم هذا الرجل كان بوابا في الجامعة الإسلامية، بواب، يشتغل بواب، عنده ثانوية عامة فقط هو تقريبا على ما أعلم، ويشتغل بواب. وفي يوم من الأيام يجري حديث بينه وبين أستاذ في الجامعة، أعرف أن هذا الأستاذ وأعرف عائلته، عائلة كريمة متعلمة متدينة، رزقهم الله حظا كبيرا من الجمال، سبحان الله، عندهم جمال وعندهم كذا، ناس أوادم سبحان الله، فضل الله عليهم عظيم كما نحسب. فجرى كلام كذا، ايش متزوج؟ قال مش متزوج. طب لماذا لا تتزوج؟ قال من يزوجني؟ يعني انسان غلبان ويعني فقير وبواب كذا. قال ولكنك مسلم ملتزم وحسن الاخلاق كذا، يعني لو انا زوجتك تتزوج مني؟ قال له عجيب، انا انت تزوجني يا بروفيسور يا استاذ؟ قال له لماذا؟ لدي اخت. طبعا اخت هذا البروفيسور او الاستاذ طلبها اساتذه ودكاتره وناس متعلم، ولم يوافقوا لسبب او لاخر، ربما لم يرضوا دينهم او خلقهم او اشياء عجيب. متعلمة طبعا تعليما عاليا، قال أنا أزوجك، وزوجه إياها ب5 دنانير أردنية، $15. قال لك سنة، أقلهن مهر أكثرهن بركة. قصة عجيبة. هذا الشهيد حسن زهد رحمة الله عليه صديقي وصديق أخي الكبير معروف، ابن المعسكر يعني. في الانتفاضة خرج، في الانتفاضة الثانية طبعا، خرج مع المتظاهرين بالحجارة بكذا، جاءته طلقة وقع أو ارتقى شهيدا كما يقال الآن، تعبير أحسن رحمة الله تعالى عليه. كانت وصيته المكتوبة عاد، إذا مت أنا فوصيتي أن تعيدوا إلى الجامعة الإسلامية تقريبا مبلغ 350 دينارا كما أذكر، ذكرت على الخطبة قبل 10 سنوات. لماذا يا شيخ حسن؟ قال لك أنا بواب، ربما مرة من المرات طولت في الصلاة فبكون قصرت في عملي في الحراسة، ربما جاء كلمني أحد الناس أخذني الكلام معاه بكون التفت عن حراستي، هذا لا يرضي الله. شوف الورع، هذا الورع مش ذبح الناس والله أكبر ولله الحمد، ورع قال يعني يا حبيبي على الفاجعة، هذه فاجعة، هذا طاعون، هذه داهية، هذه داهية. هذا الورع الصادق، بواب بمعنى أني لازم أبوب أحرس 8 ساعات متواصلة ألتفتش عن شغلي. وطبعا ربما كان المسكين يأخذ في الشهر 100 دينار أو أقل، فيعني تقريبا مرتب 4 أشهر قال يرجع من ماله للجامعة الإسلامية. وهكذا كان العجيب والجميل، وكم أبكاني هذا وأسعدني. قبل أسابيع يسيرة، ربما مش أكثر من أسبوعين ونص، يكشف قبر الشهيد وهم بدفنهم كذا، وإذا به هو كما هو. أنا رأيت صورته، صوروه كما هو والله العظيم، وجه جميل، كفنه الأبيض كما هو، لم يسود، لم يأكله التراب، لم يتعفن، شيء عجيب يا أخي، 10 سنوات في التراب. إيش اللي بصير؟ شفتوا وين الجهاد الحق؟ الجهاد في فلسطين يا إخواني، الجهاد ضد عدو الأمة، كل الأمة، مش جهاد الأمة في الأمة، جهاد العربي في العربي، المسلم في المسلم، لا، هذا الجهاد. بتحب تكون مجاهد؟ بتحب تكون شهيد؟ هيك الجهاد، مش ذاك الجهاد. نختم في 5 أو 7 دقائق عن موضوع كيف يتأله هؤلاء. وأنا ذكرت في خطبة سابقة، قلت هؤلاء لا يعبدون الله ولا يعبدون النبي طبعا ولا يعبدون النص القرآن والسنة، يعبدون أنفسهم. كيف؟ كيف؟ اليوم قلت لكم يا إخواني، كل زيف سخف وتفاهة، برهنا هذا صحيح؟ لكن في نهاية المطاف، الفاصلة بين الفيلسوف والأحمق أقصوية أو محدودة؟ لا محدودة،
لا نهائية؟ لا، ليست لا نهائية، بالعكس، ممكن أحمق بشوية دراسة 10-20 سنة أصير فيلسوف عادي يعني. في نهاية المطاف الحمق إنساني والفلسفة إنسانية، يعني كلاهما نشاطان إنسانيان. الحمق نشاط إنساني بالكسل، بالقعود، بالسلب يعني، بصير أحمق. وهنا خطر لي أن أقول لكم كمان بصراحة، في هذا العصر، في هذه اللحظة التاريخية من حياة البشرية التي تخصب بها عقولنا وطبعاً أبصارنا ومسامعنا بملايين المعلومات المتناقضة في كل شيء، معلومات عجيبة. تعرفوا اليوم جزء من مأساة الإسلام هو هذا الاكتساح المعلوماتي. إيش رأيكم؟ ما فيش شيخ الإسلام، عشرات ألوف الشيوخ، صح؟ عشرات ألوف الشيوخ، فيش طرح واحد، عشرات الطروحات للإسلام، عشرات، ومش عشرات طروح يعني تغني تغتني يغتني بعضها بعض، لا 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 لا، يصب بعضها بعضا. نفسك تسمع واحد بنتقد واحد بأدب بعلم؟ لا لا، كله سب، كله سب وتكفير وتذبيح، شيء غريب، وقلة أدب وإلغاء وإقصائية وتبجح وغرور، شيء عجيب، شيء يعني مقرف، مقرف حقيقة. ففي هذا العصر الذي تقصد به عقولنا بعشرات المعلومات، عشرات ملايين المعلومات المتناقضة، تعرفون إيش بيصير؟ عدم قدرة الفرد، عدم قدرة الواحد منا على التمييز الصحيح بمنهجية منضبطة سليمة، عدم تسلحي بالمعرفة الكافية يحيله أحمق طبعاً. إيش رأيك؟ عادي في العصر بالذات، زمان لا، يعني قبل 200 سنة ويمكن حتى قبل 100 سنة، أبوي أبوك ممكن يكون شبه أمي وعيش حكيم وموت حكيم. ليش طيب؟ في قدر محدود من الخيارات المعلوماتية، صح؟ من التنافس المعرفي محدود، وهو في عنده ميراث ورثه إيه؟ من آبائه الأقدمين، من أجداده، مجرب على السنين، صح؟ في الأخلاق، في القيم، في الدين، في المسلكيات يحتكم إليه، فبظله في الهامش السليم، في السيف سايد يعني، صحيح؟ اليوم لا يا حبيبي. ولذلك أنا منذ البداية، من يوم ما افتتحت قناة الجزيرة القطرية، أنا قلت هذه في علي علامة استفهام عليها. ليش طيب؟ لأنها منذ بداياتها بنت خطتها على زعزعة الثقة بكل ثوابتنا. إيش رأيكم؟ هذه الجزيرة، عشان نفهمها، هذه الجزيرة، مش رأي رأي آخر، لا، زعزعة الثقة. يعني الجزيرة بتطرح لك أي ثابتة قومية على إنها ممكن إيه؟ تقبل التشكيك والنقاش. ليش لا يا حبيبي؟ الجزيرة الوحيدة اللي تجرأت لأول مرة في تاريخ الإعلام العربي إنها تستضيف الصهاينة، من رئيس الدولة، رئيس الحكومة، للضباط، لا في خاي أدرعي، الناطق الكذوب باسم الجيش، صح؟ ولا تزال تفعل هذا. إيه بتحدى، خليهم هم يستقبلوا شخصيات إسلامية ومفكرين عرب قوميين وأحرار يتكلموا في الإعلام الصهيوني، يستحيل، حلم إبليس في الجنة، صح ولا لا؟ إيه طبعاً، لأنه الرأي والرأي الآخر، يا سلام، يا ما شاء الله. الجزيرة تطلع فيها السيدة فلان، وأعرف اسمها اليوم، فلان الفلاني، وتقول قدام الناس وهي متبرجة، من حقها، هي حرة، تقول طيب ما دام في تعدد زوجات، ليش فيش تعدد أزواج؟ يا حبيبي يا حبيبي يا حبة عين أمي، على إيه؟ على الأدب وعلى الأخلاق وعلى العالم العربي. إيش هذا؟ تحدد أزواج، الرأي والرأي الآخر. هذه الجزيرة قلقلة لكل شيء، تشكيك في كل شيء باسم الرأي والرأي الآخر. لا، هذه أمة في عصر السيولة المعرفية، في عصر الاكتساح المعلوماتي، تحتاج إلى أن تهدى رشدها، تهدى إلى سبيلها، تعرف وين الطريق، وين الصراط المستقيم، ولا مصح؟ وإلا إيش حالة الهبل اللي إحنا فيها؟ شباب عباد شيطان، شباب ملاحدة ينكرون وجود الله من أصله، شباب بأيدوا إسرائيل ونتنياهو ببركوله، إعلاميون حتى، مش شباب كذا، وشابات وإعلاميات يعني، كل ما تتمنى وكل ما تهجس به في أسوأ كوابيسك بتلاقي عرب الآن بتبنوه وبدعوا إليه، وباسم الحرية كمان. إيش هذا؟ هذه أمة تريد أن تنهض؟ تريد أن تقوم من كبوتها؟ تريد أن تنتصر على عدوها؟ تريد أن تفرمل مخططات عدوها؟ لا والله، لا والله. إيش الحالة اللي إحنا فيها هذه؟ افهموا، ما في حالة استهبال. فنسيب هذه المسألة اللي طولت عليكم. على كل حال، علينا نكون إيه؟ متسلحين بمنها الصحيح وبقدر من المعلومات الموثوقة. إذاك علينا أن نقرأ وأن نقارن، حتتعبوا، لازم تقروا كثير وتسمع هنا وهنا 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 وهناك، وتقرأ هذا وهذا وهذا وهذاك وهذياك وذاك وذياك وذلك، لازم. وإلا إياك تتكلم وتعمل حالك صاحب مهمة
ممكن حتى صاحب رسالة يعني نبوئي وبدك تشارك، ما تشاركش، اسكت أحسن لك، سكوتك أفضل لك ولنا والله العظيم، لأنه مرة تتكلم وبتزيد المذبحة، ها؟ بتتكلم وتشتد الفاجعة، تتكلم وتغزر أنهار الدم بسبب كلامك وكلام أمثالك، لأنك لست مسؤولاً. لو كنت مسؤولاً لقرأت وقرأت 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 وتعلمت وتعلمت واستخرت الله 100 مرة أن تهدى رشدك، لا أن تأكلك الطائفية والعصبية، ولا مش هيك؟ مثل ما قال جبران في يوم الأيام: ويل لأمة تقسمت أجزاء وكل جزء فيها يحسب أنه الأمة، يحسب أنه الأمة. فباختصار نرجع نقول يا أخواني، المسافة بين الأحمق والفيلسوف تبقى مسافة محتملة ممكنة، مسافة إنسانية، فالأحمق إنسان في الأخير، الحمق شيء إنساني، أكثرنا حمقا كما قلت في أشياء كثيرة يعني، والفلسفة قليلة، والفلسفة إنساني. لكن ما بالكم إذا ذهب شخص يلعب دور الإله، دور الله، أستغفر الله، في واحد بيعمل كثير، كل هالدواعش والخوارج من زمان واللي عندهم نفس البنية الداعشية كلهم يلعبون دور الله. سأثبت لكم هذا، مش مبالغات هذه وتكفيريات، لا 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 لا، تحليل، تحليل فكري على الأقل، خذوا استمعوا إليه يعني، ناقشوه كيف. طبعا إذا ذهب أحد يحاول أن يلعب دور الله كما قلت لكم فقط سيعود مجنونا ليس أكثر. تعرفوا لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أقفز فوق ظلي. فيكم واحد بيقدر يقفز فوق ظله؟ ولا واحد، ولا واحد يستطيع أن يقفز فوق ظله، ولا واحد يستطيع أن ينخلع من إنسانيته. وخلق الإنسان ضعيفا. أنت إنسان؟ آه أنا إنسان، انتهى. لا يمكن أن تملك الحقيقة المطلقة، إياك تقول لي أنا بعرف الحقيقة المطلقة، هي أبدا. لا يعرف المطلق إلا المطلق، الحقيقة النهائية المطلقة الله وحده اللي بيعرفها. الله اللي قال لمحمد عليه السلام: قل لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. خلي الموضوع يخضع لمسجلات ومحاجات ومناقشات، لسه بلاش يعني إيه نكون كثير دوغمائيين، نكون كثير. وعلى ذكر الدوغما، يعني تسمع دائما دوغما دوغما ودوغماتك، هو شخص دوغمائي يعني، دوغماتك، دوغماتيزم، دوغماتيزموس. إيش الدوغمائية؟ الدوغمائية باختصار هي التأله الزائف. كيف طيب؟ وهي جوهر الأصولية، انتبهوا، اللي بسمع بالأصولية، الأصولية شطرها دوغمائية وشطرها أيها الإخوة تيرانية طغيانية. سأوضح هذا ويمكن نختم بيه الخطبة الجاية لأنه خلاص أدركنا الوقت. الدوغمائية أيها الإخوة من دوغما، معتقدية، يقول لك المعتقدية. إيش الدوغما؟ الدوغما تكون وتنبثق حيث يعتقد الشخص، أيا كان هذا الشخص، سياسي، فيلسوف، أصولي، متدين، أيا كان، مهبول حتى، ما عندناش مشكلة، حين يعتقد أنه هو ومعروفه، الشيء الذي يعرفه هو كذات عارفة والموضوع المعروف شيء واحد، بمعنى أنني كعارف أنا نافذ إلى النقطة الأقصى والأبعد والأعمق في جوهر حقيقة الشيء. يعني بلغة كانت أنا بعرف الشيء في ذاتي، بقدر أقول لك بالضبط إيش الله بده، أنا أقدر أباهلك. وعلى فكرة أنتوا لاحظتوا أنه كثرت في السنوات الأخيرة ظاهرة المباهلة، فهمتوا شيء؟ المباهلة، شيعي باهل سني، سني باهل شيعي، سني باهل سني، شيعي باهل شيعي، مباهلات. قال أباهلك، صعب، صعب أباهل على أي شيء. لو واحد يقول لي اتباهلني الحين، أقول ما باهل، ما باهلش، إيش عرفني يا حبيبي، أنا بشر، ما بعرف، ممكن أكون مخطئاً. لا لا، الدوغمائيون يباهلون، يقول لك أباهل، هو يعتقد أنه ناطق بلسان الله. ولذلك يا إخواني الدوغماتي أو الدوغمائي هذا المعتقدي، المعتقدي ما يجعلش فاصلة بينه وبين الحقيقة، هو الحقيقة، يقول لك أنا الحقيقة، أنا الحقيقة. حين يتكلم عن كلام الله، هو بيتكلم عن كلام الله، يعني بيقول قال الله ونقول، انتبهوا، الفاصلة في الحقيقة عنده غير موجودة، هذه بس إلي ناحية فنية تقنية يعني، إنه هذا كلام الله، بس كلامي أنا تماما ينطبق مع كلام الله، ما فيش أي فرق ولا إيه بكسور الملي. بمعنى يظن الدوغمائي، وهذا الأصولي زي هيك كمان، كل أصول دوغمائي، يظن الدوغمائي وبالتالي الأصولي أن كلامه على الكلام الإلهي إلهي، صار كلامه إلهي. لا يا حبيبي، لا يعني أنك تتكلم عن كلام الله أن كلامك إلهي، كلامك كلام بشري يخضع لقانون الموسوطية. لما بتفهم كلام الله أنت بنغصب عنك
زي ما بتقدرش تقفز فوق ظلك ما تقدرش تقفز فوق اللغة، ومش اللغة بالمطلق عاد، ما في واحد بيعرف اللغة بالمطلق صح؟ لذلك قال أكبر إمام لغة في عصره أحد القراء السبعة أبو عمرو الزبان ابن العلاء: لا يحيط بالعربية إلا رب الناس أو نبي بوحي إلهي. ما أحد بيقدر يقول لك أنا بعرف العربية كلها، ما أحد بيعرفها كلها، مستحيل. العربية كلغة، سيبني من نحو الصرف لسه، اللغة اللغة المعجمية، ها؟ لا يعرفها إلا الله أو نبي إذا عرفها كلها طبعًا، إذا الله في حكمة ممكن، بس ما في، مش شرط يعني الله يعرف النبي، اللغة كلها، وليس هاد وسائر المعارف الموصوطة في تلقي النص الإلهي ومحاكمته واستثماره كلها توسيطات، والله مش صحيح، بحسب قدرك المعرفي، بحسب كم المعرفة اللي عندك، بحسب حتى تشغيلك بشكل صحيح للمنهج، إذا كان المنهج نفسه صحيحًا لسه. صحة المنهج، صحة التشغيل قضية معقدة ما يعرفهاش أي أصولي ولا يؤمن بها. يقول لك أنا والنص شيء واحد، أنا ممثل السماء، أنا الناطق باسم السماء، كلامي عن الإلهي إلهي. ولذلك إيش قال لك؟ قال لك إحنا أتباعنا لا يخطئون، معصومون، جند الله، ملائكة في الأرض. وليه؟ لأنه شرط من انتمى إلينا أن من خالفنا كافر حلال الدم والمال. تأله زائف رهيب عجيب. لكن نختم يا إخواني عاد بالخط النبوي. شوف رسول الله كما أخرج مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب يقول: كان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا أمر رجل على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تبارك وتعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله إلى آخره. اسمع اسمع عاد اسمع منيح واحفظ هذا عشان تنجو من اللعنة الداعشية، من البنية، مش داعش بس، البنية الداعشية العقلية. وإذا حاصرت أهل حصن، بتروح أنت كفار، ها؟ يحق قتالهم لأنهم معتدون. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، وإنما اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا من أخفر الرباعي، فإنكم أن مصدرية، فإنكم أن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون، أي عند الله وعند الناس وعند النبي وعند العقل، من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن، فانتبهوا عاد هنا أكثر أهمية لسه، فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله، تقولهم حكم الله فيكم، حكم الله فيكم وكذا وكذا، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكم، يقولهم لا حكمي أنا، أنا علي، أنا سعد، أنا بريدة، أنا فلان علان، أنا مش حكم الله، هذا حكمي أنا اللي فاهمه أنا من الدين، لا تنزلهم على حكم الله وإنما أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. الله أكبر، الله أكبر يا رسول الله، نشهد أنك بلغت وأوفيت على الغاية، ولكن أمتك خانوك في رسالتك وفي سنتك وفي كتابك، لأنهم ما عبدوا ربك ولا أرادوا أن ينصاعوا لكتابك وسنتك، إنما عبدوا أهواءهم، عبدوا جنونهم الذي لا يرتوي وعطشهم الذي لا يشبع من الدم يا إخواني، عبدوا هذه السيكوباثية المجنونة التي تتردى برداء الدين. مثل هذه السيكوباثية إذا لبست لباس الدين، أنا أقول لكم كانت أكبر فاجعة، كان الجنون، كان الجنون، وكانت الجريمة والمذبحة باسم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، افتح علينا بالحق فيما اختلف فيه، واهدنا إلى الحق فيما اختلف فيه منه بإذنك يا رب العالمين. اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا إلى مراشد وأرشد أمرنا، وإلى صراط المستقيم، وإلى الهدى المستقيم، وإلى الحق المبين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، زيننا بالعلم وأكرمنا بالعلم والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عباداً ألباء رحماء ودعاء مسالمين طيبين، نقول بالحق ونأمر به ونعدل به، وكن علينا شهيداً وأنت خير الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه. بهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الانحطاط أخلاقي. أن تقول للاحتلال امضي أهلا وسهلا أنت منحط أخلاقيا قبل أن تكون منحط وطنياً وقومياً، قبل أن تكون خائن دينياً. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أنت منحط أخلاقياً لأنك مشايع للظلم والاحتلال الظلم من حيث أتى. الباقي هوامش وتفاصيل لا يعنينا. من خطف من؟ من لم يخطف من؟ في أي ظروف تم الخطف؟ نحن نتحدث عن احتلال. المتن هو الاحتلال، لا تغرقونا بحديث الهوامش. اللعبة التي أتقنتها إسرائيل جيداً عبر 60 سنة، تقصف العالم، تغرق العالم، حمقى العالم فقط. الأيقاظ الصاحون لا يمكن أن ينخدعوا بأمثال هذا القصف البليد الخبيث في الوقت والعينه في الآن نفسه. أيها الإخوة، الصاحون الأيقاظ الأذكياء الألباء لا ينخدعون. نريد المتن الاحتلال، الباقي هوامش لا تعنينا كثيرا. هوامش لا تعنينا كثيرا. فأن تقول للاحتلال امضي لا شأن لي بك، لديك الحق في المتابعة، أنت منحط أخلاقيا. أنت فقدت كما قلت من قبل غير مرة، فقدت إنسانيتك. دعني من كونك فلسطينيا أو عربيا أو مسلما أسويا أفريقيا، لا يعنيني هذا. أنت فقدت إنسانيتك. الإنسان أيها الإخوة كما قلنا 1000 مرة ومرة ليس هو الذي يحارب الظلمة. تقريبا ما من أحد إلا يقارع ظلمة. ظلمته
أحيانا، وظلمت الآخرين في كل الأحيان. صدام حسين مثلا طاغية من طغاة العرب المعاصرين شئنا أم أبينا، أغضب هذا أتباعه وأسخطهم، لا يعنينا. هذه حقيقة، الرجل طاغية، عاش ومات طاغية من طغاة العرب في العصر الحديث. هذا الطاغية أيها الإخوة حاربه ويحاربه ويشجبه أناس معروفون من شعبه ومن غير شعبه ولديهم الحق. لكن عجيب، هذا الطاغية في حق أناس وفي أعين أناس آخرين بطل قومي، بل استحال في النهاية بطلاً إسلامياً، بطلاً إسلامياً منخذاً للإسلام، نسخة مجددة من الإسلام على قد أهوائهم، على قد بشار الأسد طاغية من الطغاة. لا تحدثني، لا تحدثني عن هوامش أخرى قد تكون صحيحة، قد تكون صحيحة، وأنا أقول هنا للمرة المئة لست أنكر، ومن أجل هذا أقصف أنا أيضاً بالدعايات المضادة، لست أنكر أن سوريا خضعت وتخضع لمخطط جهنمي تدفع ثمنه كل سورية، أنا موقن من هذا إلى الآن. أعطوني رخصة أيها الإخوة أن أعتقد هذا، أنا أعتقد هذا موقن به لأسباب كثيرة واضحة جداً تراكمها الأيام، لكن هذا لا يعني أن بشاراً ليس طاغية. الرجل طاغية، الرجل طاغية، حتى وإن كنت تقاوم تكافح بإزاء مخطط عالمي كبير يستهدف المنطقة، صحيح أنا أبصم وأعود إلى حديث التقسيم ومخططات التقسيم، قطعاً هذا صحيح، ولكن هذا لا يعطيك، لا يسوغ، لا يبرر لك أن تكون طاغية في حق شعبك، تخصف المدنيين العزل الأبرياء، تقتل بلا رحمة وبلا تفريق، بلا تفريق. لا، طيب بشار طاغية في نظر كثيرين أيها الإخوة من شعبه، في نظر كثيرين المسلمين السنة حتى نكون واضحين، وفي نظر آخرين بطل قومي وبطل إسلامي. عجيب جدا، عجيب جدا، لما نقع في هذه التناقضات؟ لا أقول ندفن رؤوسنا في الرمال، بالعكس رؤوسنا منصوبة فوق أكتافنا، فوق كواهلنا، بأعين محملقة لا تعرف التردد ولا الاستحياء فضلا عن الاستخذاء، لأنها أعين الصلافة والوقاحة، وقاحة المذهبية، وقاحة الطائفية، وقاحة التعصب الذي أحرقنا ولا يزال يحرقنا. حدثتكم مرة أحبائي إخواني وأخواتي عن أن كل تعصب من حيث هو خيانة. لماذا؟ لأن التعصب لا يكون بالمطلق، ما في أحد متعصب للكون، لو أحد متعصب للكون لن يكون متعصبا، هذا إنساني فائق الإنسانية، هذا إنساني فائق الإنسانية، كثر الله من أمثاله ولا مثل له في هذا العصر المجنون المنفلت العقل أيها الإخوة والأخوات. ما في تعصب للكون، ما في تعصب للعالم، تعصب العالم بإزاء ماذا؟ بإزاء المريخ، بإزاء إيليانز، كائنات أخرى، ما في تعصب هذا. يا ريت الله أرادنا أن نتعصب للعالم، هل تفهمون؟ الله أرادنا في رسالاته السماوية، في كتبه المقدسة التوراة والإنجيل والقرآن بالذات، أن نتعصب للعالم، أن ننحاز لنا مين إحنا؟ الأرض ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. ثم أما قبل أيها الإخوة والأخوات، غزة بعد 51 يوما في الجحيم والعذاب المقيم لم تنكسر، وبالتالي فالاحتلال لم ينتصر، لأن نصر الضعيف ألا ينكسر، وفشل وانكسار القوي ألا ينتصر. لا يطلب من البيضة أن تصدع الصخرة، ولكن حين تعجز الصخرة عن أن تصدع البيضة فالصخرة فقدت صخريتها، لعلها كومة إسفنج، لعلها كومة قطن أو إسفنج. وهذا ما حدث
لجيش الاحتلال الغاصب الظالم الغاشم الذي ترجم درجة بشعة من اللا أخلاقية واللا إنسانية العاملة على طول الخط ضد أنبل ما راكمت البشرية في تاريخها الطويل. وذلكم إخواني وأخواتي بتسويته بين البشر والحجر، بين البشر والشجر، بين البشر والأشياء، بمعاملة البشر على أنهم مجرد مادة استعمالية، شيء من الأشياء يمكن أن يقصفوا، أن يحالوا أشلاء بغير تفريق بين الأعزل والمسلح، بين المقاوم والعاجز عن المقاومة، لن أقول المسالم لأنه لا مسالمة مع احتلال، المسالمة مع الاحتلال أيها الإخوة انهزام، هزيمة نفسية، هزيمة أخلاقية، أخلاقية. الوسيلة والفضيلة بعث مقام المحمود الذي وعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم